صباح الفل يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي في فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل آخر الأخبار والمستجدات سواء في كرة القدم، الألعاب الأخرى أو كمان المنتخبات الوطنية. يعني خلينا أقول في البداية كريم إن احنا هنبدأ أكيد كالعادة بالفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة أكيد مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واللي وصل الحقيقة يعني امبارح إلى إمارة عجمان للإقامة. كان في مران متنوع لكل اللاعبين، وكان في يمكن كمان جانب ترفيهي في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين جميع اللاعبين. طبعا يعني خلينا نقول برضه يا كريم انه بيخوض الفريق خلال معسكر الامارات مباراتين وديتين للاعداد للمرحله المقبله. كمان بقى يعني الفريق النهارده هيواصل تدريباته المران الثاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت الإمارات في إطار الجدول التدريبي المحدد لجميع اللاعبين. وخلينا كمان نقول يا كريم أن يعني المعسكر أو الفترة دي تحديدا للنادي الأهلي مهمة جدا لتركيزهم يعني لآخر الموسم، وإن شاء الله يعني نحقق بقى كل البطولات هذا الموسم. الخبر الثاني اللي معانا يا كريم النهارده، الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي فاز على نادي الزمالك في ملعبه في مواجهه قويه جدا من الفرقتين الحقيقه، وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 70-69. كانت المباراه على صاله نادي الزمالك، وقدم خلالها النادي الاهلي عرض قوي جدا واداء مميز كالعاده سواء على صعيد الدفاع او الهجوم او كمان الرميات الثلاثيه، ونجح طبعا في تحقيق الفوز في الثواني الأخيرة. كمان الأهلي يمكن عايزين نفكر المشاهدين أنه حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبلس بنتيجة 100-61 ضمن منافسات طبعا بطولة الدوري المصري. من سلة رجال بقى لسلة سيدات، واللي كمان حققوا الفوز أمس على نادي الجزيرة بنتيجة 90-69 في الدوري. كانت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي هنا في الجزيرة، وشهدت سيطرة الحقيقة قوية جدا من لاعبات الأهلي، وانتهت الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 32-15، وفي الفترة الثانية بنتيجة 54-39، وفي الفترة الثالثة يمكن كابتن طارق خيري عمل بعض التغييرات في الفريق لتنتهي ب 71-52 لينهي بقى يعني سيدات الأهلي المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 90-69. كمان نفكر أيضا المشاهدين أنه فريق سيدات الأهلي فازوا أيضا على هليوبلس في المباراة السابقة بنتيجة 98-55 ضمن منافسات بطولة الدوري. أخيرا بقى عن منتخب اليد، واللي تصدر المجموعة الثانية في بطولة الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 17-27 يناير الحالي في استاد القاهرة، والمؤهلة طبعا لأولمبياد باريس 2024 بعد انتهاء هذه الجولة أو الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، وبيمتلك 67 هدف وعليه 34 ولديه فارق أهداف 33 هدف. هيلتقي بقى اليوم في 6 مساء منتخبنا الوطني لكرة اليد مع منتخب الكاميرون في ثالث مباريات المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية. أكيد هتكون مواجهة قوية جدا ما بين المنتخب الوطني ومنتخب يعني الكاميرون، وبنتمنى كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني منتخب كرة اليد، وإن شاء الله يقدروا يحققوا الفوز في مباراة اليوم. ودي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا كريم النهاردة من النادي الأهلي، بشكرك وعودة ليك مرة تانية. أنا بشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية المتميزة كالمعتاد.